السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميغا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم واحد السلطة شعبية بنينة بزاف بزاف، بسيطة جدا، على قد البساطة اللي فيها، على قد البنة اللي فيها، بواحد المكونات اللي كيعطيوها واحد البنة خطيرة جدا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للبطاطس، فعندي هنا ثلاثه الحبات البطاطس كبارين شويه اللي مسلوقين في الماء المملح، مقطعين مربعات صغارين شويه كيف كتشوفوا. انا كنقطع البطاطا ديالي عاد كنسلقها في الماء. غنحتاج معها للمعدنوس، المعدنوس فقط ماشي قزبر ومعدنوس. غنحتاج للثوم، الملح، الكيمون، وغنحتاج زيت الزيتون، غنحتاج ايضا للخل. فغنعطيكم بالضبط لهاد ثلاثه الحبات البطاطس اللي هما كبارين شحال بالضبط القياس باش ما تجيكمش شي قويه. ضفت هنايا كيف كتشوفوا واحد الفص د الثومه يكون كبير شويه، وواحد الملعقه كبيره عامره بالمعدنوس. الملح طبعا كيبقى حسب الذوق، يمكن تكثروا ويمكن تقللوا. وبالنسبه للكيمون، فغادي نحتاج نصف ملعقه صغيره، هذه ملعقه عندي كبيره، احتاجت غير الراس ديالها فقط، وملعقه صغيره غادي نضيفوا نصف ديالها د الكيمون. غنحتاج جوج معالق كبارين زيت الزيتون، وغنحتاج ايضا لواحد الملعقه د الخل، خل عادي اللي كنستعملو دائما في المطبخ ديالنا. بغيتو تعوضوه بالليمون ممكن لكم الاختيار. انا كنبغي السلطات ديالي يكونوا شويه هكذا زايدين حموضه، على داكشي كنستعمل الخل دائما. فهنا ضفت واحد الملعقه كبيره، صافي. وغادي نخلط هاد الاشياء كاملين. كتجي فعلا هاد السلطه هادي كتجي بنينه بزاف بالنسبه اللي غادي يقولوا لي الاشخاص هكذا، او البنات اللي غادي يقولوا لي بالنسبه للثوم او كيمون ما شحرناهم ما حتى حاجه، لا هكذا استعملتهم خضر كنستعملو، فعلا كتجي هاد السلطه هادي بنينه بزاف، واللي كيدوقها عندي كيحمق عليها وكيقول لي شنو عملتي فيها. فهي فيها غير الثوم والكيمون، غير ما نكثروش منهم، لان اذا كثرنا من الكيمون كيطلق شويه هو المروره، وخصوصا انهم خضر يعني ماشي مشحرين. واذا كثرنا ايضا الثوم كتجي السلطه حاره، لان الثوم كنعرفوه حر. وبالنسبه للتزيين كنزينو حسب الرغبه، فانا زينتها هكذا عاده كنقدمها، حتى واذا كنت بوحدي صغير هيدا نقدمها كتجي غزاله، ولكن انا هنا زينتها بواحد الحبه د البيض هكذا وشويه د الزيتون الاسود، وتوما زينوها كيف ما بغيتو ونقدموها بالصحة والراحة. بالنسبة للأخوات اللي غيقولوا لي هاد المكونات شوية غرابين، فحتى تجربوها فعلا، حتى تذوقوا هاد السلطة هادي عاد ردوا عليا الخبر، لأنها فعلا كتجي بنينة بزاف، كتجي كتحمق، واللي كيدوقها كيقول لي شنو فيها هاد السلطة هادي، وهي ما فيها حتى حاجة غير الثوم وكيمون. كنتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة اليوم وتنال الإعجاب ديالكم. إذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم تعليق ومشاركة الوصفة مع الأهل والأحباب باش تعم الفائدة، واشتركوا معنا في القناة إذا كنتوا كتزورونا لأول مرة باش توصلوا معنا دائما بالجديد. وأنا هنا كنقول لكم كيف ديما بالصحة والراحة، وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.